مظاهرة صامتة يا حاج، مش هنتكلم فيها خالص، هنعملها بالإشارة. إيه بالإشارة يعني؟ إزاي يعني؟ قوم يا ده كمان. وده معناته إيه دي؟ الإشارة معناها يا شعب يا كلاب، خسارة فيكم النواب. وشاورت على الجزمة ليه؟ الجزمة بقى للي ما فهمش الإشارة. لا إله إلا الله يا أخ، سبحان الله. الله، ده لا بلاش الإشارة دي، ده ممكن تفهم غلط يا أخي، تودينا في داهية كلنا. خلاص أقعد يا كمال. خلاص بقى، نعملها بالنية، نمشي كده رافعين إيدينا للسماء وكل واحد ونيته بقى. لا مظاهرات لا، محدش يضمن. الله، أنت هتلتزم، غيرك مش هيلتزم. حد من عناصر الشغب يندس في وسط المظاهر، يباهي العمل بقى، واحنا في حالة طوارئ. لا لا لا، ده مين اللي شار عليكم بالشرة المهببة دي؟ يا جودة يا حاج. جودة؟ لا يا جودة لا، كلام ده ما ينفعش. انتوا تجيبوا لي طلباتكم وانا احطها تحت بطل واطلع بيها على مجلس الشعب، اوقفه لك على رجل، اشعل للدين. امال ايه شغلتي ايه يعني؟ بقول لك ايه، عايزك كلمتين كده على انفراد، بس الخلق دي لما تمشي. طب نستأذن احنا بقى يا حاج. بالسلامه يا حبيب. طب خدوني معاكم بقى، اروح ازاي؟ تعالى بس اقعد. رايح فين؟ انا هحضر لك الكوره. بالسلامه. انا عايز اقعد. انت ايه اللي رمك على اشكال الوسخه دي؟ الواد كمان ده واد شيوعي، والواد المقفع اللي معاه ده المحظور. محظور في ايه بس يا حاج؟ ده جميل بزفت اماني، ده ملوش في حاجه، ده سمسار على بشريه. فضك من ده كله. انت من النهارده وطالع بقى هتشتغل معايا شغل بحق وحقيقي بقى. انا ايه؟ امال ايه؟ انا قعدت افكر كده واقول مين يا هادي عبد الستار تاخد ابنك وتحت باطك يخاف على مالك؟ مين يا هادي عبد الستار؟ مين يا هادي عبد الستار؟ انت يا جود. ايه امال ايه؟ والجدع تضحيه فداء. يا عملية انتحارية ولا ايه؟ هي بالظبط كده، بس اسمها بيزنس. هادي يا جود، انت من النهارده شريك. انا بس عايز منك ايه بقى؟ تعزم الحته الفقر اللي انت ساكن فيها دي، هجيب لك شقه على النيل تليق بالوضع الجديد بقى. طبعا انت عارف يا جود ان القانون والدستور يمنعوا ان انا اعمل بيزنس مع الحكومه، وطبعا انت عارف شغل الحكومه هي دي اللقمه الطريه. فانا بقى ايه؟ الجماعه اللي كنت شغال معاهم الاول كلوني، سرقوني بعيد عنك مع انهم قرايبي. لكن تعمل ايه؟ خير ان تعمل شر ان تل. وانا تحت امرك يا حاج، انا خدام. بس اتغير شكلك دي، ابعت لك حد غير. لا يا انا عايزك انت جود، بس نيو لوك. الله اكبر الله اكبر. خد يا جدع. انت انت رايح فين؟ رايح اصلي الجمعه. صلي الجمعه، هات بطاقتك. انت ايه حكايتك بقى؟ قول لي، ما انت لسه مصلي الجمعه من 5 اسابيع، في ايه؟ يا باشا اصل انا كنت نادر نادر وجاي وفيه. نادر ايه بس؟ انا مش شايف معاك اي حاجه خالص. لا يا باشا انا كنت نادر، لو ربنا كرمني اصلي الجمعه. ادخل. طب بعد اذن سعادتك يعني، بس اخلي الشبشب ده هنا عند سعادتك عشان المره اللي فاتت الجزمه اتسرقت. شيل الزفت ده من قدامي. من على ابو الزفت اللي يزعلك. استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. السلام عليكم. اهلا اهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا امين؟ اتفضل اتفضل. توكلنا على الله. بسم الله ما شاء الله توكلنا على الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، فيا أمة الإسلام، اللهم بارك لنا في رئيس جمهوريتنا. آمين. وبارك لنا في رجال الأمن جميعًا. آمين. وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي قول لي يا ابني. نعم. وايه الحكايه بالظبط؟ الناس راحت فين؟ هو العيب في الناس ولا العيب فيا انا؟ اقول لك الحقيقه يا عم الشيخ وما تزعلش. لا يا ابني مش هزعل. بصراحه انت بتطول قوي في خطبه. انا؟ السلام عليكم.
كله تمام يا سيدي المستشار، كده الشحنه ورقها كله تمام وكل اللي جه القبضه. الافراج الصحه اهو. يعني كده كله تمام؟ كله تمام يا باشا، ظبطوا عادي. جاهز يا باشا. تشكر يا جوده بيه. ايوه يا ستار باشا، كده خلصنا كل الاجراءات. الله يبارك فيك. ايه حفله عشان انا الليله؟ لا عدل ما قاليش والله. لا جاي يعني جاي. في واحد هنا عايز يشوفك، فاهم انك واصل وواصل قوي وفاهم كمان. بقول لك ايه، انا معايا مطوه هعمل له عاهه مستديره. قاعد بس بتاع ايه؟ احنا هنا في عريقكم يا اخي. واضح ان الحاج بيحبك قوي يا باشمهندس. يا باشا البركه في معاليك، احنا بنحاول نساعد الحكومه في حل مشكله الاسكان، يعني فيلل وقصور ومنتجعات سياحيه، خلي الغلابه تسكن. عايزين نقول مبروك يا معالي الوزير. مبروك يا حاج، هو انا رفضت لك طلب قبل كده؟ بس يعني مش كتير، 10,000 فدان. وماله؟ ما احنا هننصف سوا، طبخ السم لازم يدوب. على العموم انا ما اقدرش اتاخر، انت تؤمر. انت تعدي عليا في اي وقت في الوزاره اخصص له اللي انت عايزه. ده حاجة بسيطة كده يا معالي الوزير، كنا مخصصينها يعني لأعمال الخير. ومالك سخن كده ليه؟ أعمال الخير مقدمة على ما عداه. هو ده اللي بيعجبني فيك يا عبده، أعمال الخير. يا ولاد الكال، كده هو بالبساطة دي؟ ده لو عزبة أبوكم مش هتقسموها على بعض كده. الوقت بس عرفت البلد رايحة على فين. هو شعرك ده حقيقي ولا لانسز؟ ايه؟ يبقى سيليكون. يا عم انت هتمثل؟ هو قاعد قدام حد غريب؟ عامل لي فيها بتقرا الجرايد، انت ما بتعرفش تقرا؟ ايوه. وكمان بالاجنبي؟ ادفع إيه اخويا كل. هاكل ايه؟ حد يفطر على الصبح لحمه وفراخ وصدق؟ انا كده بقى وقت ما بتطلب معايا بحمر. والنبي يا ابني ده حرام. مش عشان بشبشت معاك عمال تبعزق عمال كده على بطال. اسمعي ياما، كل يوم الثلاث طقات من ده وفاكهه وحلويات، كل اللي اتحرمنا منه لازم ناكل منه كتير قوي، لازم نعوض اللي فات. انت عارف يا دنايا الزمن مش مضمون. ما عشان كده ياما، عشان لو اشقلبت بينا واسودت تاني اهو يبقى شفنا لنا يومين دلع. الا قول لي يا دنايا، مفيش اخبار عن وفاء وابنها؟ لا ياما ولا اتصلت حتى، ادعي لي يا انشراح. ربنا يعطرك فيهم. لا لا لا، سيبك من ده، اقرا وترجم. انت اسمك ايه يا عسل؟ انا اسمي شريفه. لا من اولها كده، يعني ازاي بقى بعد كل اللي حصل؟ ما حصلش لسه. يعني ايه؟ يعني انا اسمي الانسه شريفه. انسه؟ ده اعتمادا على ايه بقى؟ صيني ولا على رقبه الحمامه؟ يعني ايه رقبه الحمامه دي بقى؟ انا هقول لك، بما انك انت مش عارف رقبه الحمامه يبقى انت معتمده على الصيني. ونصيحه من اخ المؤاخذه، الصيني اللي في السوق كله مضروب فرز تاني من اول بوسه بيفرقع. اوعى. وانا ماشي بتمرجح فيها من تحت لفوق. ايه يا بنت انت بتعملي ايه؟ جوده تعملي ايه يا بنت؟ انا مش هنا لوحدي، جوزي معايا. ايش تبغى منها انت؟ اقعد انت. ظهر ان انت حبيت الشغلانه. لو النعمه، وبعدين ما انت عارف اللي فيها، اصرف منين يعني؟ كنت عايز نعمل ايه؟ تقعدي في بيتك، وكل اول شهر هتوصلك مصاريفك انت واخواتك، ماشي؟ ماشي، الهي ربنا يسترك. مفيش اخبار عن وفاء؟ ده انا اللي كنت لسه هسالك عليه، دي قطعه بيا قوي يا جود. ليش بدك منها؟ اقعد انت يا عم، متجوزاها قد ايه ده؟ اسبوع يا اخويا وفاضل له يوم. بقول لك ايه، التحاليل بتاعتها طلعت وطلع عندها ايدز. ايش؟ ايدز مش ايش؟ ايدز. يو 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا يا باشا. جودة بيه عنده حد؟ أهلا أهلا. إيه النور ده؟ أهلا وسهلا. ده نورك. إزيك يا باشا؟ ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك أبدا. إلغي كل مواعيد النهاردة وما تدخليش حد. أيوة حاجات مهمة أوي النهاردة. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. اتفضل. ده إيه النور ده؟ مطوع عجيب. ده نورك. أقعد بقى على مكتبي. لا 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 لا، مكاتب إيه وبتاع إيه؟ مفيش وقت للحاجات دي. لا لازم تقعد، ده أنا حالف عشان المكتب يحصل له البركة. تعيش يا أخويا، تلميذ المخلص.
انت اللي ما خلفتوش. الله يكرمك يا حاج. جايب لك خبر بقى، انما ايه يطول عمرك يا ابو دبيب. خير؟ زبون هيشتري العشر تلاف فدان خبط واحد. وانا ليا فيهم دول يا حاج؟ انا قلت كده برضه، ده ارض منتجعات وفلل وقصور. طب بقول لك ايه يا حاج بقى، بما ان انا همضي على العشر تلاف فدان دول، ما تديني بقى وصولات الامانه والشيكات اللي انت واخدها عليا على بياض دي. يا خايب، ما هم معايا ولك، واللي في ايدي في ايدك عشان تفضل تنفرك في ايدي. يا مثبتني انت يا مكيسني. يلا يا حبيبي بقى، جهز نفسك، هتسافر معايا بالطياره، تمضي العقد بتاع العشر تلاف فدان وخمسين مليون قرص ازرق يا حبيبي. ايه القرص الازرق ده يا حاج؟ ده يا حبيبي خلي مصر تعدادها 100 مليون في اقل من سنه. المهم ان انا سافر بالطياره، انا رحت العراق كذا مره بري لحد ما اتقطع خلفي. السفر بكره، ان على ابو شكلك.